عندي جراف، في عندنا إشي اسمه بيكتشر وفي إشي اسمه جراف. تقريبا البيكتشر اللي بتكون الصورة اللي ملامحها واضحة وبتكون ملونة، الجراف زي رسم تجريدي أو الأشياء الأساسية، من هون إجت كلمة جراف. طيب في هذا الشابتر ما راح كثير نتوسع، كمان مرة ما راح يكون فيها كودات بس تريسينج، راح ناخذ كم ألغوريثم المطلوب منا، مش الكود المطلوب، نعمل تريسينج أو نتبع هاي الألغوريثم فقط بالرسم. فشابتر 12 راح يحكي عن الجراف. هسا بحكي لنا الجراف تعريفها كلياتكم أخذتوه يعني على الأغلب بالدسكريت. الجراف هي عبارة عن بير، شو يعني بير؟ يعني زوج، يعني بتتكون من شغلتين. شوفوا هون شو بحكي لنا، دي هي الجراف بتساوي، يعني بتتكون من مجموعة ثنائية، البي الفيرتيسيز والاي الادجز. فيرتيسيز يعني هن نفس النودات، بنحكي عنها فيرتكس او نود. هسا هاي مصطلحات لها نفس المعنى، لكن بالعادة كلمة نود نستخدمها مع التري، كلمة فيرتكس نستخدمها مع الجراف. فهون حكينا نود أو حكينا فيرتكس سيم، لكن زي ما حكينا كلمة فيرتكس دائما إحنا بنستخدمها مع الجراف. تمام، بحكي لنا الجراف هي مجموعة بتتكون من مجموعة من الفيرتيسيز والإجز. الفيرتيسيز اللي هن النودات، الإجز اللي هن الخطوط أو الوصلات أو اللينكات اللي موجودة ما بيناتهم. البي هي عبارة عن finite من empty set، يعني مجموعة محددة، مش أحكي عدد لا نهائي من الفيرتيسيز، لا، بتكون مثلا هاي الجراف مكون من 5 10 100 مليون فيرتكس. هسا هذول الفيرتيسيز رح يكون مربوط ما بيناتهم بشيء اسمه الايدج. بحكي لنا الايدج تنتمي ل، او رح يكون عددها ماكسيمم بي ضرب بي، يعني لو كانت عندي هاي النوت او ثلاث نودات، الثلاث نودات هذول ممكن انا اربط الاولى مع الثانيه، الثانيه مع الثالثه، والثالثه مع الاولى. فبحكي لنا عدد الايدجز هون مثلا ثلاث، اللي هي الماكسيمم الها رح يكون ثلاث في ثلاث، الماكسيمم ممكن احنا نشوف تسعه. فهون كم واحد انا رسمت؟ مثلا انا رسمت ثلاث، في عندي روابط ثانيه، ممكن هاي تكون مربوطه بايدج دايركتد، يعني في له بدايه وله نهايه، وهي كمان نفس الطريقه، وهي رح يكون لها تو ايدجز وهكذا. فهاي اللي بنسميها الايدج. هسه الايدج في عندنا نوعين، شيء اسمه دايركتد وشيء اسمه اندايركتد. اللي يكون فيها السهم له وجهه معينه هاي بنسميها دايركتد، يعني البدايه موجوده والنهايه موجوده، زي الطريق لما تكون وان واي. خلاص مثلا في عندي طريق من اربد لعمان، فقط هاي بقدر اروح منها لكن ما بقدر اروح منها، فهاي اللي بنسميه دايركت ايدج. هسه في عندي او الون واي او المسار الواحد، الاندايركتد اللي هي روحه رجعه، نفس الطريق اللي بروح منها برجع منها، اللي احنا بنسميها مثلا في الشوارع تو سايد، يعني بتقدر تروح وترجع من نفس الطريق. هاي بالنسبه للايدجز. هسا بحكي لنا جي بنسميها تريفيال اذا كان فيها فقط 1 فيرتكس، اللي هي بنسميها تريفيال جراف، يعني فقط فيهاش الا 1 فيرتكس، ما فيها اي ايدج. في عندنا شيء اسمه دايركتد جراف اللي حكيت لكم عنه، اللي بيكون الايدجز فيها سهم على شكل ارو، يعني انا في عندي المسار محدد مثلا من الفيرتكس 1 للفيرتكس 2. في عندي الاندايركتد جراف اللي بيكون فيها روحه رجعه، اللي هي نوت اوردر. شو يعني نوت اوردر؟ يعني نفس الايدج بيروح من النود الاولى للثانيه، وبنفس الطريقه بيرجعني من الثانيه للاولى. هاي اكزامبلز على جرافز موجودات عندنا، مثلا طلعوا على الشكل الاول، هذول كلياتهم اندايركتد. السبب طلعوا على شكل السهم اللي هو لاين، ما في عندي انا للسهم راس لجهه معينه. فهون مثلا في الجراف جي 4 هاي الايدج تنقلني من واحد من الفيرتكس 1 للفيرتكس 2 او من 2 ل 1. طيب هسه بتيجوا بتسالوا شو هاي الفيرتكسز عباره عن ايش؟ هسه ممكن تشوفوا انها ممكن تكون لمدن، يعني تطلعوا هاي الجراف الثالثه مثلا شيكاغو، ميامي، نيويورك الى اخره، هذول عباره عن سيتيز او ولايات موجوده بامريكا. معناها الفيرتكس هاي عبارة عن مدن،
طب هاي الإيدجز عبارة عن إيش؟ ممكن تكون عبارة عن طرق، ممكن تكون عبارة عن مثلا وصلات للإنترنت، للتليفون إلى آخره. فالجراف مثلا هون ممكن يكون عبارة عن مجموعة من المدن والإيدجز أو الطرق اللي موجودة ما بيناتهم. هذول بنسميهم زي ما حكينا الفرتيسيز، وهذول الإيدجز. مثلا أنا عندي الطريق اللي بتوديني من شيكاغو لنيويورك هي نفسها بترجعني من نيويورك إلى شيكاغو، هاي بيكون فيها ال undirected edges. مثلا هاي example عليها. طيب زي ما شايفين هاي ال G4، هاي مثلا example ثاني، طلعوا هون هاي تشبه شو؟ تشبه التري. معناها التري هي عبارة عن graph. التري بالأصل هي عبارة عن graph لكنها special graph. شو يعني special graph؟ إلها محددات معينة. وهاي كمان مش بس تري، هي باينري تري. شو يعني باينري تري؟ يعني ات موست زي ما انتم شايفين كل وحده من النودات لها تو تشيلدرن. فبشكل عام التري بالاصل هي عباره عن جراف، لكنها زي ما حكينا ممكن نحددها بشرط معين تتحول لجراف من نوع خاص. فالتري بالاصل هي جراف. طيب الاكزامبلز هذول كلياتهم زي ما حكينا اندايركتد. نشوف مثلا الجراف جي 4 من شو بتتكون. G4 تتكون من مجموعة من الـ vertices، مجموعة من الـ edges. الـ vertices اللي بتكون منهم G4 اللي هن هاي الـ info اللي موجودة جوا الـ vertex، 1، 2، 3، 4، 5. وحكينا هدول ممكن يكونوا مدن، ممكن يكونوا مثلا أماكن بالجامعة، ممكن يكونوا مثلا في مصنع آلات معينة إلى آخره. فالـ vertices اللي عندي هاي هم 1، 2، 3، 4، 5. شو هن الايدجز؟ هسا الايدجز اللي هن كل الطرق او كل الوصلات الموجوده ما بين هاي الفيرتيسز. زي ما حكينا هذول اندايركتد، ف 1، 2 هاي بحسبها الايدج الاولى. هاي الايدج عندي 1، 2، وبرضو عندي الايدج 1، 3، وعندي الايدج 1، 4، وهكذا بكمل بنفس الطريقه. هسا المفروض كمان عندي 2، 1، هاي ايدج ثانيه. ليش؟ لانهم undirected، فهذول المفروض ينحسبوا two edges. طيب هسا أسهل طريقة لحتى أنا أحدد ال edges، أحكي مثلا أبلش بواحد، واحد مربوطة مع اثنين، مربوطة مع ثلاث، مربوطة مع أربعة، فبحكي 1، 2، 1، 3، 1، 4. بنفس الطريقة الاثنين مربوطة مع واحد، مربوطة مع خمسة، فبحكي 2 مع 1، 2 مع 5، وهكذا بكمل بنفس الطريقة. هسا هاي الاكزامبل عن الـ undirected graph اللي ما في عندي اتجاه معين للسهم. الفيجر اللي تحته، الاكزامبل اللي تحته بيحكي لنا هذول كلياتهم directed. ليش directed؟ طلعوا على شكل السهم اللي موجود عندنا هون. مثلا G1 شو بتكون او شو هي الـ vertices اللي مكونة لـ G1؟ زي ما حكينا هاي هون الـ info اللي موجودة جوا الـ vertices اللي عندنا هاي 1، 2، 3، 4، 5. فهاي الـ vertices اللي مكونة للـ graph G1. شو هن الـ edges؟ خلينا نشوف. مثلا هون في عندي الـ edge 1، 2، هي أول وحدة. طب في عندي أنا طريق من 2 لـ 1؟ لا. ليش؟ لأنه الـ edge هون عندي شو ماله؟ أرو له اتجاه واحد. هي في عندي 1 مع 2 و1 مع 4. حكيت لكم إذا بدكم تحددوا الـ edges أسهل طريقة تمسكوا النود وتشتغلوا عليها، بس تكملوها تروحوا على الثانية. فهون عندي 1، 2، 1، 4. ننتقل للفرتكس 2. الاثنين مربوطة مع الخمسة، فبحكي هاي الإج 2، 5. ننتقل للفرتكس 3. 3 مربوطة مع 1، مربوطة مع 4، فبنحكي 3، 1، و3، 4. طبعا هون لما أحكي 3، 4 بتفرق عن 4، 3. هسا 3، 4 الإج، أو هل في طريق من 3 لـ 4؟ آه. لكن في عندي طريق من 4، 3؟ لا، فهذا الإج مش موجود عندي، وبكمل بنفس الطريقة. هاي بالنسبة للـ directed graph. هسا بالعادة إحنا مع الـ graphs بنشتغل على الترتيب التصاعدي أو التنازلي، ascending أو descending. إيش قصدي بهذا الحكي؟ يعني لو حكيت لكم عدوا لي أو شو هي مجموعة الـ vertices اللي مكونة للـ G2، فبقدر أحكي 2، 4، 3، 1، 0؟ آه بقدر، لكن إحنا بالعادة بنعدهم في ترتيب أبجدي.
او بي اسندنج او ديسندنج. فاحنا هون بنحكي 0 1 2 3 4 زي ما حكينا بطريقتين صحيحات، لكن خلينا للبرمجه لما بدنا نيجي ان نشتغل عليهم يكونوا مرتبين اسندنج او ديسندنج. فهون بنعدهم 0 1 2 3 4 ونفس الطريقه بالنسبه للايدجز. هسا ببلش من الفرتكس الاولى اللي هي صفر. طب الصفر مربوطه مع واحد ومع ثلاث، مين احكي 0 1 ولا 0 3 بالاول؟ في نفس الطريقه ببلشهم ان اسندنج اوردر، بحكي مثلا 0 مع واحد 0 مع ثلاث. لكن لو عديتوهن بطريقه مختلفه ما في اي مشكله، لكن زي ما حكينا احنا بنعدهم بالترتيب عشان لما بدنا نيجي نشتغل عليهم مع الالجوريثمز اللي خاصين بالجرام. طيب شوية تعريفات. بحكي لنا عن إشي اسمه سبجراف. شو يعني سبجراف؟ بكل بساطة بحكي لنا إذا كان في عندي الفيرتيسيز اللي موجودة في السبجراف تنتمي للفيرتيسيز اللي موجودة بالجراف الكاملة والإيدجز بنفس الطريقة فهو اسمه سبجراف. أسهل لكم إياها بطريقة معينة. مثلا اعتبروا الأردن هي جراف، المحافظات تبعتها اللي هي الفيرتيسيز 13-14 محافظة مثلا، كل محافظة عبارة عن فيرتكس والطرق اللي ما بيناتهم اللي هي الإيدجز، فهي بسميها الجراف تبعيتي. مثلا الأردن هي عبارة عن الجراف، مكوناتها الفيرتيسيز اللي هن المحافظات والطرق اللي موجودة ما بيناتهن اللي هن الإيدجز. طب لو حكيت لكم مثلا أنا في عندي هاي الجراف عجلون، مثلا هاي اللي أنا رسمتها عجلون، وهون إربد وهون عمان، عجلون إربد عمان، ورسمت الطرق اللي ما بيناتهم. هل الجراف اللي أنا عديته يعتبر صبي جراف من الجراف الكبير الأردن؟ أجي بحكي كمان مرة، الجراف اللي أنا عديته اللي مكون من الثلاثة فرتيسيز هل هو عبارة عن صبي جراف جزء من جراف الأردن كاملة؟ نحكي يس بكل بساطة. ليش؟ لأنه النودات اللي موجودة أو الفرتيسيز اللي أنا عديتهم موجودة في الجراف الكبير اللي هي الأردن، والإجز اللي أنا عديتهم كمان موجودة ضمن الإجز اللي موجودة في الجراف الكبيرة، فهي نسميها صاب إجراف أو جزء من الجراف. لكن لو جيت مثلا هون حطيت لكم دماسي اللي هي دمشق وحطيت طريق مثلا من إربد لدمشق، هل يعتبر هذا الصاب إجراف عبارة عن صاب إجراف من جراف الأردن؟ بكل بساطة لا، لأنها دمشق مش من ضمن الفرتيسيز تبعيتي. هذا تعريف الصبيغراف بكل بساطة. عشان يكون جزء منه لازم كل محتويات تكون موجودة في محتويات الجراف الكبيرة. زي ما حكينا هون كيف بنمثل الجراف اللي هي عبارة عن الدوائر أو السيركل اللي هن الفرتيسيز، يكون موجود جواهم الانفو والأروز اللي موجودات عندي. في الـ Undirected بنستخدم Line، وفي الـ Directed بنستخدم الأرو أو السهم. طبعاً إحنا هون حيكون شغلنا تقريباً على الأروز اللي هن الـ Directed Graphs. شوية تعريفات كمان مرة. تكتب الجراف كثير سهل، والأسئلة اللي حتيجي عليه بالفاينل تقريباً كلياتها Concept ورح تكون سهلة ورح يجمعوا فيها علامات. شوية تعريفات. بحكي لنا في إشي اسمه الـ Adjacency أو التجاور. إيش يعني تجاور؟ متى بتكون الفيرتكس الأولى مجاورة للفيرتكس الثانية؟ بكل بساطة إذا كان في عندي two vertices whatever شو كان اسمهم، بتكون الفيرتكس